ومن كانت هجرته لدنيا يصيب، يعني هناك ما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فأجره 100 حسنة وأجره قصر في الجنة وأجره، لا ما ذكر كذا، ذكر لك شيء أعظم من كذا، قال فهجرته إلى الله ورسوله ده أجره عند الله، وهنا ما حددوا لك 10 حسنات 20، أنت تحسن الظن بالله تعالى. هسي لو أسامة ده قال لنا دار أديك هدية، عثمان ده قال لي دار أديك هدية، عم أحمد قال لي دار أديك هدية، جاء الرئيس قال لي دار أديك هدية، جاء واحد مفلس بتاع توك توك قال لي دار أديك هدية، ديل كلهم دار الدنيا هدايا. ده بتاع التوك توك ده أنا بقول ده مبالغ بالدين، الريحة بتاعت البلاغاتية ديك ما فيها هنا حاجة بسيطة وبتروح، وده بالدين كذي وداك بالدين كذي، وعم أحمد ده بتكون حاجة كبيرة شوية، والرئيس بتكون شنو حاجة أكبر، يعني معقول الرئيس يديك ساعة كاسيو ما أصلية معقولة، ولا بيديك حاجة هدية يقول لك أنا جايب لك هدية، مش بتتوقع حاجة كبيرة بعظم الذي يريد أن يهدي لله المثل الأعلى. أجره على الله، على الله معناه هذا شيء شنو عظيم، لأن الله عظيم سبحانه وتعالى، ولأنه واسع الكرم والفضل جل في علاه. هنا قال فهجرته إلى الله ورسوله، ختم الحديث قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، الناس هاجروا للدين وده هاجر دار لدنيا، الدنيا طبعا عامة، في زول داير هاجر عشان قروش، واحد هاجر عشان وظيفة، واحد هاجر عشان شهادة، واحد هاجر عشان عمارة، واحد هاجر عشان يتزوج، كل الخمسة أشياء دي بتاع الدنيا. قال أو امرأة ينكحها، ومع إنه دي برضو داخلة في شنو في الدنيا، لكن ذكر الخاص بعد العام، بعضهم قال لأن هذا الحديث له مناسبة، وبعضهم قال هذه المناسبة ارتباطها بالحديث ضعيف، المهم نحن نأخذ الحديث. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالأخيرة دي شنو حقرها، ما قال ما كرر تاني، لأنه تكرار، التكرار قلنا شنو فيه، فيه فضل إنه شيء ده عظيم وكذا، لكن قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما قال فهجرته لدنيا، ما كرر، ما بتساوي شيء، قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما عندها أي قيمة دي الدنيا، ما عندها قيمة. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه.